إنه رجل المرحلة، رجل الأعمال، حسن بن حسن بن حسن، رجل المستحيل. ثلاث شهادات تعليمية، حضانة، ابتدائية ومتوسطة، حتى بدون هالكل يشهد له. تلقى دروس خصوصية على يد أفضل المعلمين في العالم. لديه خطة لتطوير الغرفة التجارية، وهي على مر السنوات الماضية لم تتطور الغرفة التجارية، ولكن أنا أوعدكم إذا رشحتوني ماني بخليها غرفة واحدة، بخليها غرفتين وصالة، واللي بفاجئكم فيه أبخليها أزين من الفيلا الدوبليكس، وأكثر من كذا أبخليها قصر يرمح فيه الخيل. إنه رجل المستحيل، حسن بن حسن بن حسن، تاجر ابن تاجر ابن تاجر. كلام كبير وثقة، عساها عجبك. أكيد عجبني، مرة عجبني، وأبيكم تجيبوا لي المذيعة هذه، أبي أشكرها وكافئها على الكلام اللي قالته فيني، كأنها تعرفني لها 100 سنة ما شاء الله. شفتم الكلام والسي في اللي أنا عشته؟ ما شاء الله، دائما تقول ما شاء الله، تقول تاجر إيه؟ ابن تاجر ابن تاجر. أقول ورا ما تسد بلعومك ذي اللي كنا بلعوم بطة، كنك بقرة توحم، خربت كل المخيلة اللي تو عشتها أنا. سمطر أمرك، أبيكم تنشرونه 24 ساعة والمقطع منتشر في الرياض كلبوها. ما أبي الرياض كلبوها، أنا أهم شيء عندي تهاني، ورجل هذا ولد مزنة يعرف من أنا وأي فتن فرطت فيها الهبلة هذه.